ذكي بعمل مبادرة لصالح بيني وبين رحاب الجمال حبيبتي واختي. مفيش كده سمكة قرش او حوت رذل يخرج بسنانه الرذلة ده ويقفش في رقبة حد خانقني. وصافي يا رب مفيش مشكلة، وبعتذر من القربة برضه اللي احنا دخلناها في مشاكل. مالكش دعوة مالكش دعوة. طبعا من اجمل الحاجات اللي قالتها الدكتور اشرف زكي ان احنا اخوات، مشاكلنا المفروض تكون بيننا وما تخرجش بره، والمفروض تكون لو صعدت قوي تكون من قبل النقابه وبشكل مباشر وشكل رسمي. لان ده طبعا كل الناس بتعرفها، اطفال بقى وضعنا حضرتك كبير خالص يعني. وتعلمت حاجات كتير قوي، وانا وباسم اخوات. ومن اهم الحاجات اللي عليها لي الاستاذ اشرف الدكتور والاستاذ والنقيب اشرف زكي ان باسم طيب ودمه خفيف. هاي 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 يا دم خفيف قوي. وساعات هزار احنا ممكن بعضنا ممكن نفهم مغلط او يزعل منه. ومن الحاجات الجميلة اللي حصلت التليفون اللي جاي باسم، اخ حلو اخ جدع واخ. هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا مخلط. طيب قول يا باسم بقى. قول يا اتفضل يا استاذ باسم. انا حبيت ممثله شاطره وكل حاجه، ما اعرفش بس يعني ممكن عين جت ولا حاجه. بس الحمد لله واخويا اشرف سامحنا. شو السمك في الماء ولماذا نحن هنا؟ لماذا نحن هنا؟ مش حاجة، مش حاجة. لا حبيت المسار شاطر.